أهلا بكم من جديد. ولا ننتقل إلى النشرة الاقتصادية. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم في خطاب العرش السامي الذي افتتح به أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 17 النواب والأعيان إلى ضرورة الإسراع في إقرار التشريعات الاقتصادية وخصوصا المتعلقة بالطاقة والاستثمار وإنجاز قانون ضريبة الدخل بما يعكس أعلى درجات الشعور والمسؤولية بشكل يطور بيئة الأعمال ويرتكز على مخرجات التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني. وأكد جلالته ضرورة زيادة مخصصات صندوق تنمية المحافظة لتوسعة أعماله في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية والذي تم إنشاؤه للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وعلى صعيد الإنجازات الاقتصادية قال جلالته إنه تم إنجاز عدد من المشاريع الحيوية الكبرى في حين يجري تنفيذ مشاريع أخرى كموانئ البضائع العامة والنفط والغاز المسال ومشاريع الطاقة وخاصة المتجددة والبديلة بما يرسخ أفضل ممارسات في إدارة الثروات الوطنية. وفي الإصلاح الاقتصادي يجب الإسراع في إقرار التشريعات الاقتصادية وخصوصا المتعلقة بالطاقة والاستثمار وإنجاز قانون ضريبة الدخل. أما فيما يتعلق بالجهود المستمرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة فقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير فرص العمل للشباب، وتم إنشاء صندوق تنمية المحافظات الذي يحتاج إلى زيادة المخصصات حتى يوسع أعماله في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية. خفضت الحكومة مخصصات تعويض دعم المحروقات لسنة 2015 بنسبة 16.16% عن ما هو مقدر للعام 2014. ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2015 مبلغ 180 مليون دينار طبعا كتعويض بدل المحروقات، في حين بلغ حجم المخصص المعاد تقديره في العام 2014 مبلغ 210 ملايين دينار. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي المبلغ المتبقي لصرف دعم بدل المحروقات للعام 2014 يبلغ 40,000 دينار من إجمالي المبلغ المرصود، إذ صرفت الحكومة حتى الآن دفعتين من بدل دعم محروقات بقيمة 107 مليون دينار طبعا لنحو 900,000 أسرة وعلى دفعتين. إلى ذلك ما زال مصير صرف الدفعة الثالثة من الدعم للمحروقات مجهولا، إذ يعتمد على استمرار انخفاض سعر النفط إلى مدون 100 دولار للبرميل على مدى 4 أشهر التي تسبق موعد الصرف ومن المقرر في شهر كانون الأول المقبل. وتصرف الحكومة دعم للأسرة التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10,000 دينار وبقيمة 70 دينار لكل فرد بالأسرة بحد أعلى 6 أفراد، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للأسرة 420 دينار سنويا. سجل أداء بورصة عمان في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع تراجعا طفيفا، إذ أغلق مؤشر العام بنسبة 10% تقريبا مقارنة مع جلسة نهاية الأسبوع الماضي. وعن أبرز المؤشرات حول أداء البورصة في نهاية جلسة تداول اليوم، انخفض الرقم القياسي ليصل إلى 2105 نقاط، حجم التداول كان اليوم 6,200,000 دينار، عدد الأسهم المنفذة اليوم كانت 6,300,000 سهم نفذت عن طريق 2936 عقد. أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.5% وللقطاع المالي بنسبة 10%، في حين ارتفع لقطاع الخدمات بنسبة 20% تقريبا. وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول، جاء القطاع المالي في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 67.4%، تلاها القطاع الصناعي بنسبة 17.4%، وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 15.20%. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها في جلسة تداول اليوم فقد كانت على التوالي: البطاقات العالمية بنسبة 5.17%، السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية 5%، المتصدرة للأعمال المشاريع 4.18%، الموارد الصناعية الأردنية 4.16%، أخيرا الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية 4.14%.